Kalau tu ibu saya,
بقرية مغنبان والرابع أيضا قلوة ابن مالك بقرية سوى قلوة ابن مالك
الخير يسوع الله اكبر امر الله العفان ويتبعه امر امر الخطاب ويتبعه مجمع من القرى ويتبعه ايضا خلوه بن مالك في قريه سوى النظر إلى وجهك الكريم فأنت ذو الفضل العظيم وارض اللهم عن أصحابك الطاهرين الكرام فلقد رضينا عنهم لرضاك ورضا رسولك صلى الله عليه وسلم
ورضا رسولك صلى الله عليه وسلم عنهم، وعادينا كل من أبغضهم وعاداهم. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، أيها السادة والسيدات، جند الإسلام وقراص هذه العقيدة، أتيت ممثل مجلس الأعلى، رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع والدان، أتيت رئيس مركز شقيون سكرافي، أتيت شبه كونتو وادي حمراء، أتيت شبه كونتو مرأة شبه كونتو مجوبة، أتيت فضيلة الشيخ كبير محمد أحمد، السيد الداعي الشيخ إبراهيم أحمد، الشيخ ومركزية الأمن سيبي والمشايخ جميعا والمدعوون وما به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرآن الكريم، نرحب بكم ونزف إليكم بالبجارة أجمل ترحيب وأجمل تحية. فبداية نزف إليكم تحية مباركة من عند الله عز وجل، وكذلك لا أنسى النساء. سلام الود من قلبي إليكم، سلام الود من قلبي إليكم، ورحمة ربنا لمن حضر معنا ولمن غاب عنا وقلوبهم معنا. فبداية يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو أعظم شعيرة من شعائر هذا الدين، وهو القرآن الكريم، باعتبار أنها قدر كلام الله عز وجل ودكتورا لهذه الأمة ومهيمنا على جميع الكتب السماوية. لذلك قد جنب الله سبحانه وتعالى أناسا وسخر لهم بحفظ هذا الكتاب، لذلك نحن نحتفل ونتكرم ونتشرف تكريما وتعظيما وتبجيلا لأهل القرآن الكريم. لذلك اجتمعنا إلى هذه اللقاء الطيبة الطيبة المباركة. أن أول عثمان بن عفان بقرية جماريس تحتفل بخريجها الدفعة الأول البالغ عددهم 6 حافظ لكتاب الله عز وجل. وهذا العدد ليس بقليل عند الله عز وجل، وليس بقليل عند هذا الدين، لأن قد مرت قرون عصرين عديدة، ولكن قد يمر 60 سنة ولكن لم تخرج 6 حافظ، ولكن الآن تمر بنا 4 سنوات أو 3 أو 6 نخرج منها 6 ثم 60 ثم 600 إن شاء الله. فأنه قال تكبير الله أكبر، قول الله أكبر، الله أكبر جميعا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا. أيها السادة، أن الأمة تحتفل تحت شعار قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم أيها السادة، الآن وليكم عرض سريعا لفقرات هذه الحلقة. أولا الافتتاح بالقرآن الكريم، ثم كلمة التوحيد، ثم كلمة مدير الخلوة، ثم قصيدة نبوية، ثم قراءة نموذجية، ثم كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية والدار، ثم بعد ذلك
دواء من كلمة رئيس من مركز تشوكوي، كلمة ملك قنطور وادي حمرة، كلمة ممثل علماء منطقة تشوكوي، كلمة توجيهية في سبيل الإنفاق، كلمة الشكر والتقدير، توزيع الجوائز للمتخرجين، توزيع الجوائز والشهادات الشهادات التقديرية للمتخرجين، ختام بآية من الذكر الحكيم، ثم بعد ذلك رفع رفع الدراعة إلى الله سبحانه من الشيطان الرجيم. بسم الله
وكنت مرا حادثا وقديما. الله اكبر الله اكبر. العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. ايها الساده الهدوء الهدوء. مباشره ندعو الى كلمه الترحيب مع فضيله الشيخ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، سعادة السيد رئيس مركز شوكوية، سعادة السيد قائد قوات الدرك بمركز شوكوية، سعادة السيد ملك كانتو وادي حمراء، سعادة السادة مدراء الخلاوي القرآنية، سعادة السادة أئمة المساجد، سعادة السادة القادمين من العاصمة أنجمينا والإخوة القادمين من مدينة أبشي، سعادة السيد مدير إدارة الخلاوي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية والداي، سعادة السادة القادمين من القرى المجاورة جميعا، اسمحوا لي أن أتقدم إلى حضراتكم الرفيعة تحية الود والإخاء وتحية المودة والاحترام، ألا وهي تحية الإسلام الخالدة التي أمرها الله بها عباده قائلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهنيئا لنا معشر الحفل الكريم أن اجتمعنا سويا في هذه المكان المعظم لنحتفل بهذه الدفعة الأولى من حفاظ كتاب الله التي هي الكوكب الأولى من كواكب هذه الخلوة العريقة، خلوة عثمان بن عفان. افشوا السلام بينكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهنيئا لنا معشر الحفل الكريم أن اجتمعنا سويا في هذه المكان المعظم لنحتفل بهذه الدفعة الأولى من حفاظ كتاب الله التي هي الكوكب الأولى من كواكب هذه الخلوة العريقة، خلوة عثمان بن عفان بقرية جماميس. فإن أهل قرية جماميس وإدارة هذه الخلوة يشكركم غاية الشكر والتقدير، حيث تعبتم كل المتاعب وفارقتم بيوتكم وأماكنكم من أجل أن تفرحوا معنا بأهل القرآن العظيم. جزاكم الله عنا خير الجزاء، وحفظنا الله وحفظكم، وأرجعكم إلى أماكنكم سالمين مغفورين مستبشرين. وما أنسى في الشكر والتقدير أمهاتي وجداتي وأخواتي اللائي قمنا بصنع الطعام وشاركنا في حفظ، ربنا يجازيهم بالمغفرة والرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تفعلوا فادعوا الله له. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم ألف ألف خير. أقولكم مباشرة إلى كلمة مدير هذه الخلوة، خلوة عثمان بن عفان، ومديرها أيضا عثمان شرف الدين، فليتفضل على المنصة ليلقي لنا كلمته. أيها السادة، أن هذا المدير هو الذي بدأ وأنشأ وقاد هذه الكثير من الفكر إلى هذه المرحلة الذي يتخرج.
يا مدير الخلوة تقدم. نعم الله معك. الله أكبر. العزة لله ولرسوله. الله أكبر. الله أكبر. تكبير. هذا مديركم. تكبير. الله أكبر. كبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. القائل أيضا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم النشور، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القائل في حديثه النبوي الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السعادة السيد رئيس مركز شوقين، السعادة السيد ملك كنتور وادي حمرة، السعادة السيد قائد قوات درك، السعادة السيد رئيس مجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، السعادة السيد رئيس مجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بمدينة شوقين، السادة العبور، السادة المدراء الحلال القرآنية، السادة العلماء وأئمة القرى وأئمة أهمها، تحتاج توفير مياه صالح للشرب، تحتاج كفالة رواتب المعلمين، تحتاج بناء غرفة للسكنة، أي غرف للسكنة، تحتاج بناء سور للخلوة دفعا عن الحوام والهيئات والدواء والحمير، سائلين الله تعالى أن يجد قبولا منكم. وفي الختام، لا يسعنا إلا جزيل الشكر والعرفان. كل عام وأنتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أيها السادة، الآن سمعتم جيدا عن احتياجات الخلوة الذي سردها المدير، وهذا الكلام كلام واضح لا يحتاج إلى أي تعليق ولا إلى أي ترجمة. لذلك ننقلكم مباشرة إلى قصيدة نبوية من الشيخ الإمام محمد طاهر آدم. فليتفضل السيد الإمام ليقدم لنا قصيدة باختصار، لأن الزمن قد داهمنا. فأيها السادة، الاختصار الشديد. أما الآن هؤلاء الطلاب بالأمام هم خريجي هذه الخلوة، وأمامهم شيخهم الذي علمهم، وترونهم كيف يتواضعون مع ربهم، كيف يتواضعون مع الخالق ومع الخلق، ترونهم متاطي الرؤوس حياء وخجلا من الله عز وجل. وهكذا صاحب القرآن الكريم دائما يتعامل مع الناس بالأخلاق وبالبشاشة وبالتواضع. بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. لا لشكر ولا لفخر عليه لا رياء ولا له كبرياء. لا لعد ولا لعد جمالا حسى إلا مديحه الأنبياء. يا رب صل على من هو للخلق رحمة وشفاء. ونبي محمد ورسول سيد المرسلين والأولياء. سيدي يا محمد سيد الكونين والكل سادة الخلفاء. أول الصادقين منهم أبو بكر ومن صدقه وفي الخارج عمر بن الخطاب عثمان ذي النورين وابن الحسين هم شهداء. بلال بلال ثم سلمان فارس في حروب وقتال الكفار فيه شفاء. صل يا ربي ثم سلم على محمد ومديحي لسيدي وحبيبي ورسولي وخاتم الانبياء. نمدح الله فيه ذكرا كثيرا ولاهل القران والعلماء. نمدح الله فيه ذكرا كثيرا ولأهل القرآن والعلماء. نشكر الله فيه سرا وجهرا ربنا واحدا تعالى البقاء. جل الفناء. عالم قادر مريد سميع واحد في صفاته ما يشاء. شريك في ملكه لا نظير لا شبيه ولا مثال سواه. ربنا خالق حكيم عليم رازقا للعباد فيما يشاء. يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. أرسل كل للهداية للناس وللحق فيه كل سواه. أنزلوه القرآن ستة ألفا مئة عشرة فتلقى صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. جزاك الله. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام.
أيها السادة، مباشرة ننتقل إلى قراءة نموذجية من أول نبدأ من المتقدم الضفر حطاني فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. يوم القيامة يقال اسمعوا للقرآن الكريم اقرأ ورتل ورتل كما قلت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أحسنت رحمك. أما الآن أيها السادة نبقى مع كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية الوداد يلقيها أمين أمانة الخلايا القرآنية الشيخ والأستاذ الجليل غوني محمد علي مهدي فليتفضل ليلقي الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم على هذه الأمة المحمدية بكل أنواع الفضائل ومن أعظمها أن جعلها أمة خير أمة تأمر بالمعروف
وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ومن أعظم الفضائل أرسل إليها خير نبي وخير مرسل وخير تال لكتابه هو محمد بن عبد الله الذي أخرجها لهذه الأمة من ظلمات الجهل ومن ظلمات الشرك إلى أنوار الإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى وأنوار العلم وأنوار القرآن الكريم. ومن أعظم هذه النعم أيضا أن أنزل عليها هذا القرآن المبارك الذي أضاء لنا الدنيا ليلها ونهارها حتى جعل الناس على صراط مستقيم. يقول الحق تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجعل من اشتغل بهذا القرآن الكريم تلاوة وحفظا أو قراءة نظرا وانتهج منهجه خير من كان في هذه الأمة، خير من اختاره الله عز وجل في الأزل من المصطفين الأخيار. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول في حديثه الشريف: من حفظ ولده القرآن قلده الله يوم القيامة بقلادة من نور يتعجب منها الأولون والآخرون. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من تعلم القرآن وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الدنيا، من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحفظ الكريم مولانا الشيخ كبير محمد أحمد والسادة الإداريون والسادة العلماء والسادة حفاظ كتاب الله والسادة أبنائي وإخوتي حفظ كتاب الله والسادة ختام القرآن الكريم والسادة أحباب القرآن الكريم وسيدات الحاضرات وبنات الطالبات، فالكل أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، وهي تحية الود والإخاء، تحية من التزم بها ردا وإلقاء كانت علامة لصاحبها في الإيمان على قلبه، وهي تحية جعل الله تبارك وتعالى لهذا البشر يرفعون بها الحاجة ما في قلوبهم، وتحية أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نبثها على من عرفنا وعلى من لم ومن لم نعرف، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد الكريم، حقيقة نحن في هذا اليوم المبارك وفي هذه السويعة المباركة وفي هذه البقعة الطيبة الطاهرة نحن فرحون ولسنا قادرين على أن نعبر هذا الفرح إلا أن نقول كما قال شاعر: ومما زادني شرفا وديها وكنت لأخمصي أطب الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا.
فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة المباركة التي باشرتنا بهذه الأيام، ألا وهي نعمة القرآن الكريم. إن الله تبارك وتعالى متعنا بهذا القرآن في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل لحظات تسمع في هذه الأيام المباركة احتفالات بتخريج الدفعات في هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذه الدفعات وبحق هذه الاحتفالات التي نشاهدها ونحضرها أن يجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. السادة الكرام، حقا نحن نحتفل في هذه القرية المباركة وفي هذه الخلوة المباركة، قرية جماميس وخلوة عثمان بن عفان، فيها نحتفل ونحن بالدفعة الكوكبة الميمونة التي أنتجتها هذه الخلوة في خلال هذه الفترة الوجيزة. فترة الوجيزة أنتجت كواكب، وكل واحد من هؤلاء يعتبر كوكبا، كل واحد يعتبر كوكبا، لأن صاحب القرآن الذي حفظ القرآن حفظا لقراءته الذي استمعنا لقراءته فتحا واستمعنا لقراءته نموذجا. نعم، هذه قراءة هي المطلوبة في قراءة القرآن الكريم، قراءة مرتبة، قراءة وفرت فيها كل ما تحتاج القراءة، لأن القرآن يحتاج إلى ترنم ويحتاج إلى قراءة جيدة ونطقا سليما. نعم، كل من سمع القراءة التي مضت والتي سمعناها آنفا هي قراءة، وصاحبها إن لم يكن ملما بكل الأحكام له الأهلية الكاملة في أن يستوعب كل الأحكام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده في علوم القرآن الكريم. نحن نقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرع ولاية بغداد وجميع أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نقدم الشكر الجزيل لمدير هذه الخلوة، وكذلك نقدم الشكر الجزيل والتقدير لكل أبناء هذه القرية الذين وقفوا مع مدير هذه الخلوة حتى أنتجوا هذه الكوكب. فكل من ساهم بجيبه أو بعمله اليدوي أو برأيه السليم ساعد هذه الخلوة، نحن نيابة عن المجلس الأعلى نقدم له الشكر والتقدير، ونقول له جزاك الله ألف ألف خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضع فيما تعبت في ميزان حسناتك يوم القيامة، حيث يقول المولى جل وعلا هناك: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونسأل الله عز وجل أن يدخل كل من شارك في تحفيظ أبناء المسلمين في القرآن الكريم أن يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلمه مباشرة كالمقرئ، وعلمه بكونه كان سببا كالوالد الذي أتى بابنه في الخلوة ليحفظ القرآن الكريم، هو خير الناس. نعم، والمقرئ الذي يعلم الأولاد هو خير الناس. نعم، وكذلك الذي وقف في إنجاح هذه الخلوة إما إنفاقا من مال وإما إعطاء لصوابه من الأعراب، فنقول له: أدخلك الله عز وجل في قول نبيه المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السادة الكرام، إن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من وصاياه الذي يقدمها دائما لأصحاب الإدارات في الخلوات ولأبنائنا قراء كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى: كما انشغلوا بقراءة القرآن الكريم يجب عليهم أن ينشغلوا بتعليم العلم وتعلم العلم. نعم، زي ما نحن نحب أن يكون الولد حافظا للقرآن الكريم
يجب علينا أن نحب نحن الوالد نحن الوالدين نحب ونحن الآباء. وكذلك يجب على الأمهات أن تتفكرن والآباء يتفكرون كيف يتعلم الولد والولد أمور دينه، الولد كيف يتعلم أمور الدين، لأن القرآن هو عنوان العلوم، من حفظ القرآن فقد أعطي العلوم، ولكن يحتاج إلى تفاسير وإلى شرح وإلى توضيحات. فهذه التوضيحات التي تضمنتها القرآن الكريم يجب الإنسان أن يدخل ويندرج فيه منذ صغره، كما يقول صاحب الرسالة أبو زيد القيرواني: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. لأن الإنسان إذا تعلم شيئا وهو صغير هذا العلم لا يضيع عنه ولا ينفلت عن صدره. لذا معشر السادة الأعزاء، لا بد أن نفكر تفكيرا جيدا في أن كيف نميز هؤلاء الطلبة، كيف نميزهم كما يقرؤون القرآن ويحفظونه بهذه الكيفية وبهذا التنظيم الكريم، كيف نميزهم يقرؤون العلوم. نفكر كيف نعرفهم المولى سبحانه وتبارك وتعالى قبل البلوغ، فلنفكر كيف نعرفهم الصلوات وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما يتعلق بيوم القيامة. كذلك يجب على الآباء وعلى أصحاب الإدارات أن ينظموا تنظيما علميا في أن يتعلم الولد أمور دينه الذي يحتاجها بعد البلوغ. السادة الكرام، كما يجب علينا أن نتعلم كتاب الله ونتعلم العلم، لسنا نتعلم القرآن ونتعلم العلم سدى يا عباد الله. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أول آية نزلت وما آخر آية نزلت عباد الله؟ أول آية نزلت هي قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس الآيات من قرآن كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى هي التي نزلت أولا على الإطلاق. ثم ننظر لآخر آية نزلت، آخر آية نزلت ومنها لم تنزل أي آية حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وارتفع إلى الرفيق الأعلى، هي قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي آية من آيات سورة البقرة. عباد الله، إذا تفكرنا في المنزلتين، منزلة نزول القرآن أولا ومنزلة انتهاء نزول القرآن الكريم، نقارن فيما بينهما أن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذا الوجود لنعبده، والعبادة لا تصح إلا بالعلم. فلذلك بدأ الله عز وجل في إنزال قرآنه لم يقل اعبد للنبي، ولم يقل له صل، ولم يقل له زك، ولم يقل له صم، إنما قال له اقرأ، لأن الإنسان خلق ليقرأ ويعبد. قبل القراءة لو عبدت فإن العبادة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلم بالله ينفعك معه قليل العمل وكثيره، والجهل بالله لا ينفعك معه لا قليل العمل ولا كثير العمل. إذن المقارنة بين الآيتين أو بين الآية الأولى والآية الأخيرة، فإن الله أمرنا أن نتعلم في الآية الأولى من سورة اقرأ، ونهاية قال الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم، نحن إذا تعلمنا القرآن الكريم وحفظنا القرآن الكريم ووعيناه على قلوبنا وتعلمنا